بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ في سورة العصر، ما الدروس المستفادة والوقفات في هذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، وذلك لما تشتمل عليه من بيان الخسارة والربح. الإنسان إما خاسر وإما رابح. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، أقسم بالعصر الذي هو الوقت لأهمية الوقت، لأنه محل أعمال العباد من خير أو شر. الوقت مهم جدا، هذا الذي يضيعه كثير منا، بل إنهم يقولون نريد أن نقتل الوقت، كأنه عدو لهم، وهو الحقيقة فرصتهم إذا استغلوا هذا الوقت فيما ينفعهم عاجلا وآجلا. الواجب استغلال الوقت لا قتله، لذلك أقسم الله به لأهميته، وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، لا يقسم إلا بما له شأن عظيم يلفت النظر إليه. وأما المخلوقون فلا يحلفون إلا ولا يقسمون إلا بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في حديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أقسم سبحانه وهو يقسم بما شاء من خلقه بالعصر الذي هو الوقت لأهميته. ثم قال: إن الإنسان لفي خسر. هذا جواب القسم. إن الإنسان يعني نوع الإنسان، كل إنسان فهو خاسر، خاسر هذا الوقت ومضيع له، إلا من اتصف بأربع صفات. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع مسائل. المسألة الأولى: الإيمان بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا، هذه واحدة. ثانية: وعملوا الصالحات، وعطف العمل على الإيمان للاهتمام به، وإلا فهو داخل في الإيمان، لأن الإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعطف الأعمال أو العمل على الإيمان من باب الاهتمام بالعمل، من باب عطف الخاص على العام تأكيدا له كما يقولون. وعمل الصالحات واسع، كل ما شرعه الله عز وجل من العبادات والأعمال الخيرية فإنه من العمل الصالح. عامل الصالحات، لأن هناك من يعمل، الإنسان ما يبقى جامدا، لا بد أن يعمل، إن يعمل خيرا وإما أن يعمل شرا، لكن الناجي من الخسارة هو الذي عمل الصالحات. آمنوا وعاملوا الصالحات، الأعمال الصالحات، خلاف من عملوا الأعمال الفاسدة والباطلة والأعمال السيئة، إنهم خاسرون. الصفة الثالثة: تواصوا بالحق، لأن الإنسان لا يكفي أنه يعمل الصالحات بنفسه، بل يوصي إخوانه بالعمل الصالح، ويدعو إلى الله، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ولا يكفي أنه يكون صالحا في نفسه ويترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس الخير، لا يكفي هذا. تواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق والعمل الصالح. الصفة الرابعة: تواصوا بالصبر. لما كان الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله يحتاج إلى صبر، يستعين على ذلك بالصبر، وإلا فإنه سيترك العمل إذا لم يكن عنده
صبر على الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة. الصلاة شاقة والمداومة عليها إلا على من تلذذوا بها وعقلوها. تواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر على الأعمال الصالحة والأمر بالمعروف نهي عن المنكر والدعوة إلى الله. فهذه أربع صفات أن اتصف بها نجا من هذه الخسارة: الإيمان والعمل الصالح، تواصي بالحق، تواصي بالصبر. ما أعظمها من سورة على اختصارها، كل يحفظها الكبير والصغير، لكن من يتدبرها ومن يعمل بها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. السائل أبو عادل يقول: يا شيخ، في رأيكم يا شيخ صالح، ما هي كتب السيرة المأمونة التي نقرأ فيها؟ الكتب السيرة كثيرة، ولكن أحسنها سيرة ابن هشام، وعليها شرح الروض الأنف، عليها شرح الروض الأنف. ثم لها مختصرات، لها مختصرات زاد المعاد في هذه خير العباد لابن القيم، هذا فيه السيرة مختصرة، وفيها فقه السيرة، فيه السيرة وفيه فقه السيرة وما يستنبط منها ويستفاد منها، هو كتاب عظيم ونفيس. ثم هناك مختصرات للذهبي ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولابنه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، مختصرة من السيرة مقربة للسيرة. نعم. هذه السائلة أم عبد الله تقول: هل يجوز للأب أن يرد الخاطب الكف والمحافظ على الصلاة لأنه فقير، والبنت الذي سيتقدم إليها تخرجت من الجامعة وموظفة وتريد هذا الشخص، إلا أن الوالد يقول بأنه فقير هو وأهله؟ هذا حرام على الأب، هذا العضل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، برواية: وخلقه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا هو العضل هو منع المرأة من الزواج بكفء رضيت به، بكفء رضيت به، إذا منعها فقد عضلها، تسقط ولايته عليها وتنتقل إلى من بعده من الأولياء دفعا للضرر عن هذه المرأة. فلا يجوز للأب أن يرد الكفء الخاطب طمعا في مرتبها ووظيفتها ما دامت قد رضيت به. أما فقره فإن الله يغنيه، قال جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم صالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. نعم، أحسن الله إليكم. هل ستر العورة من صحة الوضوء؟ لا، ليس من صحة الوضوء، ولكنه واجب عام. فإذا أراد الإنسان يتوضأ ينستر، يكون في محل مستور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا يبدي عورته عند الناس. نعم. يقول: ما الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور ومثال ذلك؟ الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته، لم يتغير من ماء الأمطار أو من ماء الأنهار أو من ماء الآبار، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة. فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه نجس، لا يجوز استعماله، والباقي على خلقته، هذا هو الطهور. وأما الطاهر فهو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، مثل الماء المستعمل في طهارة، مثل الماء الذي تغير بسقوط طاهر فيه من الأعشاب والأشياء الطاهرة، فهذا يسلبه الطهورية ويكون طاهرا. نعم. أبو علي من الخبر يقول: كيف أتعامل مع جاري المؤذي وقد صبرت عليه؟ استمر على الصبر عليه وأحسن إليه، أحسن إلى جارك ولو أساء إليك، تؤدي الحق الذي عليك له وهو مسؤول عن الحق الذي عليه لك، أصبر على ذلك وأنت مأجور ومعان بإذن الله. نعم. يقول السائل: شيخ، إذا مر الرجل بين يدي المصلي ولم يستطع المصلي أن يرده وذلك لسرعة مروره، هل تقطع الصلاة؟ أولا نعلم أنه إذا كان المصلي خلف إمام فإن سترة الإمام سترة للمأموم، فلا يضر المرور من أمامه، من أمام المأموم، لأن سترته سترة الإمام. ثانيا، إذا كان يصلي وحده فإنه يصلي إلى سترة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدنو منها، يدنو منها. فإذا أراد أحدا أن يمر بينه وبين سترته، أن يمر بينه وبين سترته، فله دفعه، وإن أبى فإنه يدفعه ولو بالضرب. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين، يعني الشيطان، يعني يضربه. وإذا مر بغير يعني لم يستطع منعه فيكون الإثم على المار، لا
لو يعلم المار كما في الحديث، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، إلا إذا كان المكان مزدحما كالجوامع الكبار وفي المسجد الحرام المسجد النبوي احتاج الناس إلى المرور فلا بأس دفعا للحرج والحاجة. نعم. يقول السائل يا شيخ، هل هناك فرق بين صلاة التراويح وقيام الليل؟ صلاة التراويح هي من قيام الليل لكنها خاصة برمضان، الفرق أن صلاة التراويح لا تفعل إلا في ليالي رمضان، وأما قيام الليل فإنه يفعل في رمضان وفي غيره. نعم. هذا السائل أبو عادل يقول الشيخ، هناك إشكالية أود أن أستفسر منكم مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، بالنسبة لمن يبكر للمسجد وهناك كبار في السن يلتزمون في الصف الأول، هل يكفي السلام عليهم وهل يجب الزيادة في قولهم كيف حالكم صبحكم الله بالخير يا فلان بأسمائهم؟ نعم، إذا سلم عليهم عندما يصل إلى الصف أو عندما يدخل المسجد سلم يكفي هذا، وإذا كان هناك شخص يريد أن يسأله عن حاله وعن فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، ما الحكم المترتب على من أخذ سيارة منتهية بالتمليك وهو لا يعلم عن الأحكام المترتبة عليه؟ عليه أن يردها لأن هذا العقد غير صحيح، يردها عليه، فإن أبى يشتكيه إلى المحكمة، القاضي يحضره وينظر في القضية. نعم. هذه السائلة أم مراد تقول، فضيلة الشيخ، لي أخت حريصة على أبنائها وهم في 18 و14، تقول تخاف عليهم من الحسد، وبعض الأحيان هم فيهم ميزة لا تتركهم يذهبون إلى المسجد مع والدهم، تقول أخاف من العين لأنهم متفوقين في دراستهم. هذا وسواس، عليها أن تستعيذ بالله من الوسواس ولا يتخذ الشيطان إليها سبيلا في هذا، عليها أن تتوكل على الله وأن تدعو لهم بالحفظ والسلامة وأن تعينهم على طاعة الله، ولا تمنعهم من الذهاب مع والدهم إلى المسجد، هذه معصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، مروا أولادكم بالصلاة لسبع وربوهم عليها لعشر، فإذا ذهبوا مع والدهم فإن والدهم سيقوم بحفظهم والنظر في مصلحتهم، وهو أحرص وأقوى على حفظ أولاده من أمهم. تتوكل على الله عز وجل ولا يأخذها الوسواس إلى أن تحبس أولادها عن صلاة الجماعة مع والدهم. نعم. أحسن الله إليكم، هذه السائلة تقول، امرأة دورتها تأتي غزيرة في اليوم الأول والثاني، أما اليوم الثالث فتقف، وفي اليوم الرابع ينزل دم قليل، فما الحكم في هذه الأحكام الشرعية؟ إذا نزل عليها دم الحيض فإنها تكون حائضا ولا يرتفع إلا بانقطاعه انقطاعا تاما، بأن ترى النقاء التام وترى بذلك توقف الدم توقفا تاما حتى ترى القصة البيضاء كما في الحديث، يعني ترى النقاء التام ينزل عليها شيء يسمى القصة البيضاء، علامة الطهر، لو كان يضعف إنها لا تزال حائضا ما دام لم ترى القصة البيضاء أو علامة الطهر التام. نعم. يقول السائل، من فاته الوتر كيف يقضيه، ومن ترك الوتر واكتفى بالفرائض هل يقبل منه؟ الوتر سنة مؤكدة، حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة مؤكدة ولا يتركها المسلم، بل يحافظ على الوتر كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، بل إن بعض العلماء يرى وجوب الوتر، لكن الجمهور على أنه سنة مؤكدة، حتى إن بعض الأئمة يرى سقوط عدالته إذا تهاون بالوتر وتركه كما جاء في هذا السؤال، يقول لا تقبل شهادته، الأمر في هذا خطير، فإذا تركه بعض الليالي نام عنه أو انشغل عنه فإنه يقضيه في النهار ويشفعه، إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربع تسليمتين، وإن كان يوتر بخمس يجعله ستا بثلاث تسليمات، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر من الليل يقضيه في النهار، كان يوتر صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة، كان يقضيه في النهار ثنتي عشرة ركعة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.